أكد وزير الخارجية أنه لا تفريط في نقطة من مياه النيل، وطلب عبد العاطي في مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بضرورة إبرام اتفاق ملزم بشأن سد النهضة. تحدثنا عن الأمن المائي المصري وأنه لا تفريط في قطرة مياه إلى مصر، لأن ما يرد إلى مصر سنويا من مياه النيل التي نعتمد عليها كليا لا تكفي حتى 60% من احتياجاتنا السنوية، وبالتالي تقوم مصر بإعادة تدوير المياه أكثر من مرة حتى نسد الفجوة الحالية، وبالتالي لا مجال عن التنازل عن قطرة مياه واحدة لأنها حتى بالمعدلات الراهنة لا تكفي احتياجاتنا. تحدثت عن أنه هناك ضرورة حتمية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد بطبيعة الحال.